وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يقول: سائلة تسأل، قامت بحجز تذاكر من الرياض إلى جدة بغرض أداء العمرة، وقبل سفرها بأيام أتت الدورة الشهرية، هل يسقط عنها الإحرام في الميقات وتحرم من مكة؟ لا، ما يسقط عنها الإحرام من الميقات، والدليل حديث جابر عند مسلم وعند أبي داود وغيرهما، لما أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها وكانت زوجة لأبي بكر نفست وولدت محمدا بذو الحليفة وأرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله ماذا تفعل، قال: أحرمي واستثفري بثوب، كانت تغتسل وتحرم وتستثفر بثوب. وأيضا لما أحرمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الميقات، ولما قدموا إلى سرف لي النوارية وحاضت ودخل علي وهي تبكي، قال: أنا فشت؟ قالت: نعم. قال: ذلك شكتب الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وأيضا كما جاء من حديث المتفق على صحته، وهو حديث المواقيت لابن عباس رضي الله عنهما، قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن الأمنام وللمدينة ذات الحليفة ولأهل نجد قرنهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهل من حيث أنشأ أهل مكة أن يهلون من مكة. الحديث فدل على أنها تحرم من ميقاتها ولا شيء عليها، وتنتظر حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وتوضأت وهي باقية على إحرامها في أيام حيضها، تبتعد عن محظورات الإحرام ثم تقوم بعمرتها. هذا هو أحد الوجهين. الوجه الثاني: تذهب إلى مكة وهي في حيضها من غير إحرام، فإذا طهرت اغتسلت ثم خرجت إلى الميقات اللي هو السيل الكبير وأحرمت من هناك وأتت بعمرتها، هذان هما الحلان. أما أن تحرم من مكة فمكة ليست ميقاتا لها، إنما مكة ميقات لأهلها في العمرة، يخرجون لأدنى الحل الجعران أو عرفات أو التنعيم أو الشميسي على الجهات الأربع لأدنى الحل، وليست لها ميقاتا. وإن فعلت ذلك أثمت لتعمد المعصية وتعمد المخالفة الشرعية، ولزمها الدم تذبحه بمكة وتوزعه على فقرائه مع التوبة، إنما هي خرجت للعمرة لغسل الذنوب وليس لفعل شيء يؤثر في صحة عمرتها. هذا ما تيسر إراده وتهي إعدادهم. الحاصل كما قلنا على هذين الوجهين: إما أن تحرم من السير الكبير يجي من الطيارة وتبقى على إحرامها وتبتعد عن محظورات الإحرام حتى تطهر فتغتسل تتوضأ وتروح تجيب عمرتها، أو تأتي من غير إحرام ثم تبقى بمكة حتى تطهر حتى لا تضع عليها التذكرة اللي هي حجزتها، ثم تخرج بعد طهرها واغتسالها إلى السير الكبير وتحرم من هناك وتأتي بعمرتها راشدة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.